هذه مهجنة شات مع ولده ما شاء الله. يسبب كم طال عمرك؟ 1250. شو تقول البعير؟ وش به؟ اقول اهم شيء الشعير نزله عشان ما احنا بائعين. الشعير ان شاء الله بينزل باذن الله. ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله الفرج قريب. فرج الله قريب. اي ان شاء الله اللي عند الله كثير ان شاء الله. اي نعم بس تبي الدنيا صبر. الله ان شاء الله الله يسعدك. هذا الجنية قلنا احنا مع ولده السهم 1250. ها؟ لا ان شاء الله بيجيك مالفرج ان شاء الله ان شاء الله اللي عند الله في فرج ان شاء الله. انا قال الامور ان شاء الله تبي صبر وتجيك بالخير ان شاء الله. ما شاء الله هذه كلها خرفان حري ما شاء الله باع واحد ما شاء الله الله يبارك له 900 وسام اثنين الباقيات 850 730 سام 730 واحد بعته ب 900 الله يبارك لك ويرزقك ان شاء الله الله يوفقك ما شاء الله تستاهل والله يا ابو. والله هذه ثلاث نجدي سامن كم طال عمرك؟ على 800 دفع والباقي اعطى عمرك؟ على 1100 الوالد على 1100 هذيك على 700 وذيك 700 الوالد هذه 30 الله يبارك لك ويرزقك ان شاء الله يفتح بابك ان شاء الله. اللهم صل على ديات ما شاء الله واحده ثنيه واحده جذع جذع يسامن 1200 70 الله يزود لك ويبارك لك يا شيخ الله يفك يا ابو تستاهل. اللهم صل على محمد. ذو الجذيعات نعيمي سامن 910 الله يبارك له يرزقه ويزود له. اللهم صل على محمد ما شاء الله تبارك الله. خرفين ثلاث رخال سامن 960 نعيمي الله يزود لهم ويبارك لهم ما شاء الله تبارك الله الله يرزقهم سامن 960 ما شاء الله تبارك الله. تيس عماني سام 800 ما شاء الله تبارك الله الله يبارك له. اشياء نعيمي كل واحده مع اثنين سامن 1700 كل واحد السام 1007 كل واحد مع اثنين الله يبارك له يرزقه ما شاء الله. جذعان ثلاث ارقال خرفين ثلاث خرفان ورخلتين سام 970 الله يبارك له ما شاء الله. والتيس سام 950 معهم ما شاء الله. هذا التيس سام 950 ما شاء الله تبارك الله بس مستحي ما يبي التصوير تغبى الله يبارك لهم ما شاء الله تبارك ما شاء الله. ثلاث خرفان ثلاث رخال نعيمي سامن 950 الله يزودك ويبارك لك. وش جذعان ذولي كله ما شاء الله تبارك الله الله يوفقكم ويرزقكم ان شاء الله ويبارك بكم. عارضي 750 سام التيس العارضي الله يبارك لك ويزود لك ان شاء الله يوفقك ان شاء الله. هذه كلها جفرات سامن 800 ما شاء الله تبارك الله الله يوفقكم ويرزقكم. اللهم صل على محمد. نعيمي ما شاء الله خرفان ورخالي سامن 900 الله يوفقهم ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله. الله يوفقهم. شات حرية سام 370 الله يبارك له. حطينا لكم اليوم الجمعة ما جلب من الأغنام سوق الأغنام في مدينة الأنعام الله يوفقهم ويبارك بهم. صلوا على محمد اللهم صل على محمد.